Oh, brother. هل تبحثين عن سجادة مثلي؟ سأتجول في المحل. لم تبقى الكثير من النقود، يجب أن أقتصد. إنه ضمن ميزانيتي، يمكنني استخدامه. أحتاج إلى مساعدة، أنا عالقة هنا. هناك سجادات كثيرة. أوه واو، هذا اللون جميل، إنها ناعمة، سأشتريها. نعم توقفي، سأسحب الحبل. أشعر بدوار، هذا الحبل لا ينتهي، أظن أنني سأتقي. تحررت منه أخيرا، انظري ماذا صنعت، أعطيني إياها. شكرا. سأضع السجادة هنا. إنها مناسبة لأثاث الغرفة، تبدو الغرفة مكتملة الآن. هذه آخر قطعة أثاث للغرفة، ستبدو رائعة مع بقية الأثاث. سأزيل هذه القطعة، من الأفضل أن أنفضها من الغبار. ما أجمل هذا اليوم، الجو مشمس ومعتدل. ها؟ أين ذهب سجادتي؟ أنا مضطرة لاستعارتها، شكراً. أهلاً، هذه سجادتي، عودي إلى هنا. لا أصدق أنها سرقت سجادتي. ليست نهاية العالم، يمكنني استخدام هذا الأنبوب. سأقص الأنبوب إلى نصفين بالمشرط، ثم سأقصه إلى قطع. سأقص بعض الفوم الأحمر أيضاً. انتهيت، أنا ماهرة في صنع الحرف. السجادة جاهزة. ما أجمل غرفتي، كما تخيلتها بالضبط. وصل زوج أحذيتي الجديدة أخيراً، إنه أفضل بكثير من الصور. ناصع البياض لم تمسه الأوساخ. هل من أحد هنا؟ لأن الأمور على وشك أن تصبح جنونية. يجب أن أحافظ على نظافة حذائي بطريقة ما. بضع خطوات أخرى، أمل بشدة أن تكون لدي مناديل كافية. بحذر، لقد نجحت. كوب قهوة ساخن قادم في اتجاهي، وبدون غطاء أيضاً. هل يعقل ذلك؟ يجب أن أبتعد عنه، هذا المكان خطر. يا للهول، أوليفيا قادمة لمنحي عناقا ساخنا. عذرة واحدة وسيفسد حذائي. لا تعانقيني يا أوليفيا، أرجوك. أوه، ما الذي يدوس عليه؟ المعذرة، يبدو أني دست على قدمك. هل تعبثين معي؟ لماذا يحدث لي ذلك؟ هذا مقزز. لدي فكرة ذكية، سأحضر الشريط اللاصق والصقه على جانب الحذاء والنعل أيضا. بعد الانتهاء من ذلك، سأحضر مشرطاً واستخدمه على طول التصميم الخارجي للحذاء، ثم سأبدأ في إزالة الشريط وسيظهر النمط. سأرش كل الحذاء ببرايمر أو طلاء سفلي. حان وقت إضافة بعض الألوان، سأرشها في حوض ماء، يجب أن تشكل نمط دائرة. ثم سأغمس الحذاء بالمقلوب في الماء، يجب أن يبقى ثابتاً. بعد أن يجف الطلاء، سأزيل بقية الشريط اللاصق. انظر إلى هذا التصميم الرائع، وأصبح زوج حذائي مميزاً. لا داعي للقلق من الأوساخ بعد الآن، لكن لا تبالغي في ثقتك، فهذا الحذاء ليس مقاوماً للأوساخ 100%. هذا
مستحيل، هذه كمية كبيرة من البراز. حسناً لا تهلعي، يجب أن أضعها في الغسالة. هذا الإعلان مثير للاهتمام، إنها إحدى سلعنا المطلوبة، لا تتأخروا، اتصلوا الآن، يجب أن أشتريها. لا تفوتوا هذا العرض المذهل، هذا الآيس كريم لذيذ، أنير حياتكم بمصباحنا الجميل، إنها مقنعة حقاً. ستنفد الكمية بسرعة، لا تعيش في الظلام، اتصلوا حالاً. شهيتي مفتوحة اليوم، ونفدت الكمية، إلى اللقاء في المرة القادمة. حقاً؟ لكني أردت شراءها. أوه، أكلت الكثير من الآيس كريم، ربما يمكنني الاستفادة من أعواده. سأبدأ بلصق أعواد الآيس كريم بقطعتين خشبيتين، وسأكرر ذلك مع المزيد من القطع الخشبية. واو، النتيجة جميلة، سأضع لمبة في القاعدة، وحصلت على مصباح مميز بأقل سعر. أوه، ما أجمل مصباحي. كلا، لا أريده، أريد هذا وهذا. ما أسهل تسوقي الإلكتروني، مصابيحي ستضيء الآن. عيناي، هذا أفضل، ربما بلغت بشراء كل هذه المصابيح. هل يجب أن أرتدي نظارة شمسية داخل المنزل؟ لا بأس. هذه الليلة مملة، أريد فعل شيء ممتع. لدي فكرة، ماذا عن وضع المكياج؟ فكرة رائعة، أحتاج بعض المساحة للمكياج، وأنا أيضاً، كل ما نحتاجه الآن هو المكياج. انظري، أحمر شفاه، ظلال عيون، وفرش مكياج. مستعدة؟ أول من تنتهي من وضع مكياج كامل تربح. لنظف المؤقت، انطلاق. ماذا سأستخدم أولاً؟ يجب أن أسرع، سأضعها هنا وسأعود حالاً. إلى أين ذهبت؟ لا يهم، أنا الرابحة. كدت أنسى أهم شيء، سأضع قطعة القصدير على الطاولة. سأبدأ بكريم الأساس، ماذا تفعلين؟ قطرة من كريم الأساس، سأوزعها على القصدير، يبدو جيداً. حان وقت العينين، لطالما أردت أن أصبح رسامة. الوقت ينفد، انتهيت، سأضعه الآن، يجب أن أضغط عليه. هل تعرفين ما تفعلين؟ كدت أنتهي، انظري، ألا أبدو رائعة؟ هذا مذهل، أريد أن أجرب. الطريقة سهلة، جربيها. سأحضر قطعة قصدير وأضيف كريم أساس وأضع أحمر شفاه. رسمك مبهر، سيفخر بك بيكاسو. كدت أنتهي، أظن أنه جاهز، والآن سأضعه على وجهي. أنا متحمسة لرؤية النتيجة. حانت اللحظة الكبرى، كيف أبدو؟ لا تنظري في المرآة، اسمعي كلامي. هل أنت جادة؟ أبدو بشعة، دعيني أساعدك، يمكنني إصلاحه. حان وقت العمل، القليل هنا وقطرة هنا، سيبدو رائعا عليك. ها هي تحفة الفنية جاهزة، لا تتحركي. أنفي، يا إلهي، لا أصدق أنني فعلت ذلك، أبدو مذهلة. مكياجي فستاني، لنحتفل. يا لكسي، هل أنت مستعدة؟ أبدو مثل بطاطا مشوية. يناسبك تماما، يبرز هذا المكياج عينيك، وداعا. يا ويلك مني، هذا غير مضحك. كايلي، هذه البالونات كثيرة، سيكون هذا ممتعاً. من الأفضل أن أنفخها بطريقة أخرى. كنت متأكدة من نجاح هذه الطريقة، سأستخدم فوهة مناسبة هذه المرة، سأشغل المكنسة و كان ذلك سريعاً. إنها طريقة فعالة لنفخ البالونات، نعم، سأضع هذا البالون هنا، هذه الكمية تكفي، سأحتاج كيس تفريغ الهواء. تبدو مريحة، حان دور المكنسة الكهربائية، مفعولها مثل السحر، يجب أن أحضر الغرض التالي.
هذا الورق المقوى مثالي. ماذا؟ إنه يوم سعدي. أنتِ أين تذهبين بمنزلي؟ سأهرب. خذ هذه النقود، أنا آسفة. أوه، نقود؟ إنها أغلى بكثير من منزلي. سأقص الورق المقوى إلى عدة قطع، لكن يجب أن أتوخى الحذر. ستكون النتيجة مذهلة. انتهيت. رائع. سأضع هذه القطعة هنا، وهذه آخر قطعة. تبدو غير مريحة، لكني لم أنتهي بعد. سأغطيها بهذا اللحاف، ثم سأضيف البالونات. ما أروع الاسترخاء بعد يوم شاق. 1، 2، 3، 4. هذا هو عرض المساحة الفارغة في غرفتي. أظن أنها ستتسع للأريكة. لم أرى هذا الجدار. أنا متحمسة لي. يجب أن أكون حذرة. ليست سيئة. إنها الأريكة التي أبحث عنها. لو سمحت، سأشتري هذه الأريكة. بدت مختلفة في المحل. لن يلاحظ أحد ذلك. إنها مريحة على الأقل. لم تعجبك الموسيقى يا أوليفيا؟ أظن أن الأغاني رائعة. هذا رأيك يا كلير، لكن يشعر بملل كبير. ملل؟ ما ذلك شيء هناك؟ تبدو مثل عجلة. يا كلير، انظري هناك. هل تظنين أنه علينا تدويرها؟ أريد أن أديرها أولاً. حسناً. أظن أنه متحد بقلم. هل يمكنك تقليد ما أرسمه هنا؟ شعرت وكأنها أم ممدودة. واو، هذا مشوق. ماذا؟ هل أنت متأكدة مما شعرت به؟ لنرى إن كنت ستحذرين رسمة التالية. نعم، أنا ماهرة في ذلك. يبدو أنه عندما ترسم كلير خطاً، تقوم أوليفيا برسم نسخته الغريبة والمقلوبة. الذي يفعله قلمك هناك؟ ماذا لا ترسمين يا فتاة؟ أنا آسفة. لنرى إن كنت ستتمكنين من معرفة هذه الرسمة. هل تشعرين بها؟ جيد، هذا أقرب ما نسخته حتى الآن. هل أنت جاهزة للمقارنة؟ كما لو أن بيكاسو رسم كلبي. أقسم بأني لم أشعر بأي منها. كما أعلم أن الورقة كانت رقيقة للغاية. هل أتخيل أم أن الجو بارد قليلا هنا؟ ارتدي هذه السترة. تبدو الغرفة جميلة. ما الخطوة التالية؟ لا، شوكولاتة تذوب. سأغسل يدي. ما التالي؟ لا، خاتمي المفضل. آمل أن يكون هنا. كيف وصل الطبق إلى هنا؟ أمسكت بشيء. هذه اللعبة هنا أيضاً. هيا. وأخيراً، أين خاتمي؟ يا، آمل ألا يكون فأراً. مرحى. لقد ألهمني الأنبوب بفكرة. أظن أنها ستنجح. هذا كل ما أحتاجه. سأصل الأنابيب معاً، ثم سأصبغها بالطلاء. أنا فخورة بالنتيجة. تحتاج كل غرفة إلى نباتات. حديقة معلقة الداخلية ستجعل الغرفة تنبض بالحياة. ورائحتها زكية. حجمه كبير جدا. كلا، هذا ما أريده. كم سعر التوصيل؟ سأحضره بنفسي. من الأفضل أن أذهب لاستلامه. ها
هيا، لماذا الرفوف ثقيلة؟ فهمت الآن سبب سعر التوصيل الغالي. تحركي. جئت أنتهي. ستبقى هنا، هذا المكان المناسب، إنها تستحق سعرها. لكنها تبدو فارغة. وجدتها، تبدو رائعة الآن. لندير العجلة مرة أخرى. التحدي هذه المرة؟ مرحى لنلعب. حسناً يا أوليفيا، انظري في الاتجاه المعاكس لإصبع كلير. أسرع قليلاً الآن. أوه، كنت قريبة للغاية. حان دوري. لنبدأ. يا إلهي، لم يدم ذلك طويلاً. جولة أخرى؟ حسناً. لا تتبعي إصبعي، مفهوم؟ نعم. هذا؟ لا، لقد خسرت. ناحيني جولة أخرى، توسل إليك. حسناً، لكن ستكون آخر محاولة. سيستغرق الأمر بعض الوقت. أوه، ماذا هذا التحدي؟ صعب للغاية علي. لا أعرف. لا تتبعي الإصبع، تذكري ذلك. أنت جادة؟ أحتاج إلى استراحة. مرحبا، هل يفترض أن أقوم بشيء؟ حسنا. جدران الغرفة سادة، لكنها أشبه بلوحة رسم فارغة. الخيارات كثيرة. كلا، أريد شيئاً فريداً. أعرف ما يجب فعله. أوه، هذه الأغراض كثيرة. سأبدأ بهذا الشيء. سألصق شريط المصابيح على الجدار. أظن أن هذا يكفي. ما التالي؟ سأستخدم هذا الشريط اللاصق. ممتاز، كانت خطوة سريعة. حان وقت الجزئية الممتعة، لصق القطن على الشريط اللاصق. إنه منفوش. يجب أن أتأكد من تغطية الشريط اللاصق والمصابيح. أشعر وكأنني أعيش في السحب. انتهى الجزء الأول، حان وقت إضافة الألوان. هيا، سأكرر ذلك مع بقية أنابيب الفوم. القليل من القطن، ومن ثم سألصق الأطراف بالشريط اللاصق. انتهيت أخيراً. ما أجمل قوس قزح، سيبدو رائعاً هنا. أضفت بعض أشرطة المصابيح بين الأنابيب. لنبدأ العرض الضوئي. ما أروع. أظن أني أحتاج مساعدة احترافية. ألو، أنا بحاجة لمهاراتك. عظيم، هل استدعيت الفنانة العبقرية؟ لوحة رسمي تنتظرك. أولاً يجب أن أستشعر قوام اللوحة وألمسه. سأبدأ الرسم الآن. هذا ممل. أجل، اللوحة تتحدث معي. هذا رائع. اتركيني في حالي. أردت التأكد من أنك بخير. هذه أفضل أعمالي الفنية. سأسميها صاحبة ربطة الشعر. هل عرفتها؟ إنها أنت، انظري. هل أبدو هكذا في الواقع؟ واو، تحفة فنية رائعة. هل يمكنني البدء أولاً؟ واو، بوبيت وحلوة. سأتذوق الحلوى أولاً. إنها طيبة. واو، هذا رائع. هل سيتكرر ذلك؟ ما أروع، مثل سحر حقيقي. كم أنا سعيدة. حان وقت الخطوة التالية. المحقنة. سأضيف الشوكولاتة المذابة إلى البوبيت. يبدو أنها تعرف ما تفعل. هذا يكفي، سأكمل البقية.
تبدو جميلة. كل ما بقي هو الانتظار. أظن أنها جاهزة الآن. سأزيل اللعبة برفق. واو، بوبيت قابلة للأكل. سأخذ قطعة من الآلة. تبدو شهية. لذيذة. أنا سعيدة بالنتيجة. هل انتهيت؟ هيا افتحي طبقك. حسناً. أوه، ما أظرفها. يا ترى، وجدتها. أنا جاهزة. جاهزة لماذا؟ اختبار حساب؟ حسناً، إن وضعت واحدة هنا والصفراء هنا. أوه، المسألة بسيطة. أظن أنني فهمت. يبدو صحيحاً. وإن كانت قوانين الديناميكا الحرارية تنطبق هنا، فإن الأرض تدور حول الشمس وليس العكس. لماذا لا تبرد أقدام البطاريق؟ يوريكا، وجدتها. ما الذي تفعله هنا؟ ستساعدني هذه العدسة المكبرة برفقة ودقة. هنا، هذه الحبة هي التالية. هذا ممتع، أقوم بعمل جيد. مرحى، أنا فنانة. ماذا تفعلين؟ أشعر بالملل. انتهيت، شاهدي تحفتي الفنية. سأسميها بوبيت اليونيكورن بالحلويات. يا للهول، شكلها فظيع. أنا أمزح، شكلها رائع. لن أضعها في فمي، إنها عالقة قليلاً، لكن الطعم هو المهم، صحيح؟ لن أتناول أي طعام تصنعه سكاي. انظري إلى الحشوة الطرية. يبدو أننا على وشك الاتصال بالإسعاف. إنها لذيذة، جربيها. أنا شبعانة، سأكلها كلها إذن. أنا سعيدة لأنه آخر يوم في الأسبوع. هل تقمنا في اللبس اليوم؟ أنت تعلمين أن الأصفر لوني المفضل. أو مرحبا أنا. كل هؤلاء الفتيات سرقن الزي. والشاب أيضا. سأرتدي سترتي. لم أفعل ذلك عن قصد. سأرتدي قميصي الاحتياطي فحسب. هذا القميص سادة، لكن لدي فكرة. هل تريد منح قميصك السادة تصميماً مميزاً؟ استخدم شوكة للف القماش كما تلف الإسباغيتي، ثم ضع أربطة مطاطية بشكل عشوائي حوله، ثم ضعه في حاوية ماء. تأكد من أنه مبلل. بعد ذلك أعصر صباطا عليه. لون واحد لكل جزء، ولا تقلق إن تجاوزت الألوان الأربطة. والآن دعه يجف لنرى كيف أصبح شكله. بعد إزالة الأربطة المطاطية، افتح القميص وشاهد التحفة الفنية. يا له من تصميم جميل. لا داعي للقلق بعد الآن من ارتداء زي متكرر. من أين اشتريت؟ حظا موفقا في محاولة العثور عليه في الأسواق. لم أرى قميصا مثله. لا تترددي في التقاط صورة له. هل هذه كلير؟ أوه، نعم هذه كلير. لا أزال أبدو رائعة، صحيح؟ حان دوري في هذه الجولة. آمل أنكما تشعران بالعطش. مخلل، حفنة نقود، هاتف، بيضتان وشوكولاتة. ما القاسم المشترك بينهما؟ لا أحد يعرف، لكنها جميعاً جزء من هذه الجولة. انتهيت. أهلاً، ألا نحتاج العلبة لهذا التحدي؟ لا بأس. جيد، يجب أن تشربيها بالكامل. هذه ليست بمشكلة لأوليفيا. يبدو أنك عطشانة. يا سلام، هذا منعش. المعذرة، لنبدأ الجولة. هل يمكنك نفخ هذه العلبة إلى الغرض الأول؟ هيا يا كلير، انطلقي. نعم، أنا بارعة في ذلك. مرحى، هذا
هذا مبهر، لكن انظري إلي. سأوصل العلبة إلى الهاتف. أوه، نجحت! كان ذلك رائعاً! هذا الطراز الجديد، صحيح؟ هدف كبير! هل تظنين أنك قادرة على التفوق يا كلير؟ أنا قادمة إليك أيتها النقود! لا أريد البيضتين، لا أحب البيض حتى! هل البيض نيء؟ مقزز! سأصل إلى النقود! لا أريد المخلل الغبي! الأمر مضحك قليلاً! منذ متى وهو مكشوف على الطبق؟ لن أكله! أنا أكرهك أيها المخلل! آخر محاولة لك! ستكون هذه النقود من نصيبي! نعم، لقد فوتتها بالتأكيد! سأريك طريقة فعل ذلك! لا. لا بأس، قد تكون حالة ميؤوسة منها. يقع الأمر كله على عاتقك يا كلير، بالكاد أستطيع مشاهدة ذلك. لقد نفختها بقوة. لماذا لا أستطيع الوصول إلى النقود؟ هذه فرصتي الأخيرة، سأنجح هذه المرة. إنها ذاهبة، ذاهبة. أجل، لا أصدق ذلك. نعم، كل هذه النقود ملكي. متعجرفة يا أوليفيا! شكراً! اليوم أنا غنية! ألا تزالين نائمة يا كلير؟ سأستعير سيارتك في مشوار قصير! يا سلام! السلامة أولاً! سأذهب لشراء وجبة إفطار! السرعة التي قد تصل إليها هذه السيارة! سيء للغاية! ربما الضرر ليس بذلك السوء! كلا، إنه سيء للغاية! ستقتلني كلير! لحظة! خطرت لي فكرة رائعة! آمل بشدة أن تنجح هذه الخطة! يا كلير! انتهى المرح! ما ذلك الشيء على سيارتي؟ تبدو مثل هدية عيد ميلاد عملاقة! ماذا غطتها بكل هذا التغليف؟ إنه يغطي كل زاوية وركن! حتى المرايا! كيف سأركب السيارة؟ سيارتي الثمينة لا تستحق ذلك! لماذا قامت أوليفيا بذلك؟ يجب أن أرى ما يختبئ تحت هذه الطبقات! من الصعب إزالة كل هذه الأوراق! إنها لا تنتهي! كما لو أنها هدية عيد ميلاد لم أرغب بها! ماذا؟ تفعلوا هذه الكرة هناك؟ بقيت طبقة واحدة فقط! هذا الخدش كبير! هل يفترض أن تشتت هذه الكرة انتباهي عن الخدش؟ كم عدد الكرات في السيارة؟ هل سأجرؤ على فتح الباب؟ إنها قادمة! ماذا سنفعل الآن؟ حسناً، هذا محير! ما الذي يفترض بنا فعله بكل هذا الماء؟ اللعب بالكرة طبعاً! سأسدد الهدف من المحاولة الأولى! نعم، صدقتك! وانطلقي! نعم، دعيني أريك كيف! جاهزة؟ صوبي؟ ارمي الكرة! من المحاولة الأولى؟ الأمر سهل للغاية! سنرى ذلك! لا! حسناً يا أوليفيا، اهدئي الآن!
أوه، أنت تعرفين أن كلير ليست الهدف، صحيح؟ الأمور تحمى هنا. هاو، مهلاً، لقد أصابت عيني. آسفة على ذلك. لقد حمي الوطيس. هذا مذهل. كيف يعقل ذلك؟ هدف! أنا بارعة في التصويب. يجب أن أسدد هذا الهدف. هذا الشعر يزداد ثقلاً. نعم، يا لي من ماهرة. حقاً، انظري إلي الآن. يا سلام، يا سلام. يجب أن أسدد هدفاً واحداً. حتى لو كان ذلك آخر شيء أفعله في حياتي. انتهت الحصة، يمكنكم استعادة هواتفكم. حان وقت تصفح الهاتف. يجب أن أخذ هاتفي، لكن كيف سأعثر عليه؟ كيف عرفت أنه هاتفك؟ أمي تتصل. ألو؟ المكالمة لك. ألو؟ المكالمة لك يا كايلي. ألو؟ مرحبا أمي. حسنا، جميع الهواتف تبدو متشابهة. هل هاتفي هنا؟ ها هو، بقي هاتفان. هذه الصورة بشعة، لكن هذه الصورة أسوأ. أظن أن المشكلة قد حلت. لا أريد أن أواجه نفس المشكلة في المستقبل. قص إسفنجة إلى قطع بهذا الشكل. أزل الحافظة من هاتفك ودهنها بطلاء أظافر بلونك المفضل. ضع قطرات عشوائية بهذه الطريقة، ثم أضف طلاء أظافر لماع. خذ الإسفنجة وربط على الألوان. هل ترى كيف تمتزج الألوان؟ كرر العملية عدة مرات. بهذه الطريقة ستحصل على قوام مميز. أحضر عود أسنان واستخدمه لرش طلاء أظافر أبيض. لا يبدو رائعاً؟ ربط عليه مرة أخرى، وأخيراً وليس أخيراً، ضع طلاء أظافر شفاف. اسكبه بهذه الطريقة وبعد ذلك وزعه على الحافظة، ثم انتظر حتى يجف. أصبح التقاط صور السيلفي أكثر متعة الآن. ومهلاً، هل تمزحون معي؟ يبدو أنك بدأت صراعة جديدة يا أوليفيا. أنا ظننت أني سأكون فريدة.